الحقيقة هذا الشيء بس يذكرنا خاصة بمناسبة الكسوف الذي حصل قبل كم يوم. نعم الكسوف. بعض الناس الحقيقة عنده حب استطلاع فيرى أن يريد أن يرى الشمس، وخاصة أن الشمس عندما تكون ليس فيها وهج يمنعها، ليس فيها وهج يمنعها من يمنع العين من الرؤية بوضوح، تأتي الأشعة الضارة وتدخل مباشرة إلى العصا إلى مكان الرؤية فتسبب حرقا لها. وهذا الحرق للأسف شديد دائم يعني يدوم. لذلك ننصح في أي مناسبة يحصل فيها كسوف للشمس أن لا ينظر الإنسان إليها مباشرة. فإن أرى أن يراها عن طريق الجوال أو يعطيها عن طريق كاميرا أو يعني التحذيرات الموجودة صحيح. نعم صحيح. نعم. وننصح ونرى كثيرا من المرضى الذين حصل لهم هالشيء أنهم عندهم إعاقة بصرية تختلف بحسب قوة الحرق الذي حصل في مركز الرؤية. نعم. فهذا الحقيقة أنا أستغل هذا المناسبة أن أبين للناس أن يا جماعة الخير لا تنظروا إلى الشمس في حالة الكسوف مباشرة لأن هذا يسبب إعاقة دائمة. هذا بس في الكسوف، حتى في الحالة الآن 47 درجة لو نظر الواحد إلى الشمس ما تستطيع تشوفها مكانها نفسها. بس فيها ضرر؟ طبعا فيها ضرر أنك تهوج، وخاصة عند الغروب أو قد يكون فيها نوع من الضرر. نعم. لكن في الظهر ما تقدر تشوفها مكانها بما أنه في دم.